اعتصم العشرات من أبناء فئة ذوي الإعاقة وذلك في مقر الهيئة العامة لذوي الإعاقة للمطالبة بتسريع صرف الكراسي المتحركة لهم. فريق ATV العدالة واكب هذا الاعتصام وعد هذا التقرير مع الزميلين فهد الزايد وعايد الشمري. نفذ عدد من ذوي الإعاقة اعتصاما في مقر هيئة ذوي الإعاقة للمطالبة بالكراسي المتحركة وحرية اختيار المناسب لهم وفتح الباب للشركات للتنافس، كما طالبوا بوجود لجنة متخصصة للأجهزة التعويضية وأخذ القياسات. يعني احنا قاعد نطالب حقوقهم لا اكثر ولا اقل، لا نلعن بحد ولا نناقش احد ولا نجادلهم، بس كمجرد هم يعاملونا بالمعامل يخلونا نطلع عن طورنا. يعني الله يرضى يا جماعه الخير، قسما بالله قاعد يضيع حقهم. ليه متى احنا نسكت على الحق؟ اعضاء مجلس الامه كلمناهم ماكو فايده. انا قاعدك على كرسي ومو مرتاح عليه، انا عندي ويلشير كاو بالسياره اجيبها لك. وواحد عزيز من احد من الشركات جاب لي اياه هديه حق بنتي، انا اجيب لك ويلشير اقول لك اربط ريلك واقعدك عليه. ابيك تروح مكرم سامي حمام، تروح البقاله، تروح اي مكان. اخذ منك الويلشير شو يصير فيك؟ راح تموت. انت كذي ميت ميت. تمنع بعد من حقه؟ لو سانتي واحد لو نص سانتي يختلف معي ياذيني. زين من اللي يعلم؟ من هو الذي يعلم؟ أنا ولا الأخصائي؟ الأخصائي شهادته أخصائي علاج طبيعي أو أخصائي علاج بالعمل. طيب أنت إيش فهمك بموضوع الكراسي؟ أنا وجهت له كلمة، قلت له أنا 25 سنة أنا قاعد على الكرسي، أنا مجرد نظرتي للكرسي أعرف إذا هذا مناسب لي ولا غير مناسب. صرف الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة تأخر كثيرا ولسنوات رغم الوعود بصرفها والحصول عليها، والبعض توفى ولم يحصل على الكرسي المتحرك. أختنا رحمة الله عليها الفقيدة عنود الحربي توفت وللحين ما استلمت أي ويلشير، ما استلمت. هي كانت من المطالبين موضوع الكراسي وللأسف أنها توفت رحمة الله عليها وما أخذت كرسيها. أطالب في أحد أنه يتحرك من المسؤولين أنه يأخذ لنا حقنا، صار لي الحين 5 سنين ما أخذت كرسي اللي حقي بالقانون، فالموجودين الأشخاص اللي هني بالإدارة كلهم يبي يجبروني على كرسي أنا ما أحتاجه، ما يناسبني أنا، يبي يجبروني على شغلة كرسي غلط ومواصفاته ناقصة، فالله ما يرضى بالغلط، ليش كذي؟ بنتي عندها إعاقة سمعية وقاعدة تدرس وسماعاتها طايفة أكثر من 4 سنوات تقريباً. وقوف الرواتب لفترات وعدم صرفه ووعود بنزوله بأثر رجعي رغم حاجة البعض منهم لعمل علاج طبيعي مكثف بالمستشفيات الخاصة. وقفوا راتبها شهر 2 و3 بعدين قالوا لي راح ننزلك يا أثر رجعي، نزلوا لي شهر 4 ووقفوا وشهر 5 ما نزلوا، لليوم ما نزلوا راتبها. البنت هذه تحتاج علاج طبيعي، قاعد أعالجها علاج طبيعي بالحكومة وتحتاج علاج طبيعي مكثف مستشفى خاص. انزين الهيئه مو راضيين ينزلوا راتبها، وكل ما اراجعهم عطني اسبوع عطني 10 ايام عطني اسبوع، الحين صار لي تقريبا شهر كامل انا قاعد اراجع على البنت، وكاهي قدامكم ومستعد ان انزلها تشوفون الكشن اللي قاعد عليه نفس نظام جل ورا فاضي قدام متروس، يعني قعدتها على الكرسي مو مريح لها. المطالب تطوير نظم وآلية العمل في صرف الكراسي الطبية المتحركة والتسريع في إجراءات الصرف لخدمة وراحة أبنائنا من ذوي الإعاقة. اعتصام لذوي الإعاقة في هيئة الإعاقة بمنطقة حولي للمطالبة بحقهم في صرف الكراسي المتحركة التي تأخرت 2 سنين أو ربما 2 سنين. فهد الزايد ATV العدالة.